انتصار جديد للجيش الوطني يسجل هنا في جزيرة الحبل في الساحل الشمالي الغربي بمحافظة حجة، إذ تلتحق الحبل بسلسلة من الجزر والموانئ المحررة كباب المندب وميدي وجزيرة حنيش وزقر. فالجزيرة التي تبعد نحو 15 كيلومتراً إلى جنوب ميدي باتت في قبضة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بعد أن استخدمها نظام الرئيس المخلوع كواحدة من منافذ تهريب الأسلحة والبشر، وذلك معهودا لدى اليمنيين طيلة فترة حكم صالح. ومن بعده نهجت جماعة الحوثي نفس الطريق مستدعية النشاط ذاته خلال السنوات المنصرمة، فأبقوها منفذا لنفس الأنشطة المشبوهة. تم السيطرة على مدينة ميدي صباح اليوم بالكامل، والآن قد القوة اتجهت إلى ما بعد ميدي باتجاه الجزيرة الجعدي. خلال الساعات القليلة الماضية دارت معارك عنيفة جرى فيها تخليص ما تبقى من الشريط الساحلي لمدينة ميدي وما جاورها، كما يجري تأمينها ضمن الشريط الساحلي الواسع والممتد على البحر الأحمر في الجهة الغربية من البلاد. فالسواحل التي تمتد إلى حوالي 2000 كيلومتر ويأتي ضمنها المنفذ البحري الغربي يجري الآن مراقبتها وتأمينها من قبل الجيش الوطني وقوات التحالف العربي في إطار الحظر البحري الذي يقوم به التحالف بطلب من الحكومة الشرعية. فالحظر الذي تفرضه هذه القوات البحرية حرم الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع من مواصلات نشاطهم في نقل التعزيزات العسكرية وتلقي الإمدادات والأسلحة الخارجية.